أنا بديت مشروع تنسيق الورد لما كان عندنا من 6 سنين معرض للورد والفراولة، والحمد لله كان كتير ناجح مع الغاز الزراعية. وبعدها بديت أشتغل في البيت وفتحت محل، والحمد لله أنه بنسق حفلات، صرت أطور شوي شوي وصرت أنسق حفلات قاعات، سنتر بيس، الجيست بوك، مداخل القاعات، كل إشي بتعلق بأي حفلة عرس صرت أشتغلها كاملة. أوقات بتكون بوكي الورد إنه بكون بطلبوا بوكي كبير، فبكون عدة أكم من وردة، مش كتير كتير ورد، بكون إشي صغير وناعم. أوقات بتكون البوكي إنه بده بوكي كبير، فبكون بوكي يعني فخم جدا، بكون جواته ورد بيختلف عن البوكي الصغير. عندنا ما في طريقة معينة، إنه في بيطلبوا مثلا باقات ورد، باقات ورد في بيطلبوا إنه بتكون بشيء معين، بسلة، بصحن. في ناس بيختاروا الورد الأبيض والأحمر، وأغلب الناس بحبوا الورد الأبيض والأحمر، بس بتنسيق الورد أحلى ألوان الأصفر والنهدي والأورانج، إنه بتعطي أشكال لون الطبيعة أكثر. أنواع الورد اللي بنستعملها، بنستعمل الجبسانيت، طبعا هذا بيكون اكسسوار للورد، بنستعمل الروسكوس، الأريليا، المجنيت، الشعفا، هاي كلياتها أشياء بتكون اكسسوار للورد. أما الورد بنستعمل بستخدم بشغلي إنه بجيب الزيانتوس، الإيرونفول، الجوري، الليليوت، الزنبق الشوشان. المحل عندنا بتميز، اسعاره مش كتير غاليه، ويعني بتتوفر مع الاقتصاد اللي عندنا، انه كيف وضع الشباب ما بكون معهم كتير فلوس يعملوا العرس انه ينسقوا حفله كامله، فانا بعطيهم اسعار مميزه، بعطيهم ديكورات كتير حلوه واشكال يعني بتعجب كل العرسان. بعد عن هيك انه بكون تنسيق الحفله وبحط له زياده كمان عن اللي بنكون احنا متفقين عليه. طموحي ان اعلي اكبر محلي ويكون شغلي اكثر من هيك واحسن من هيك، ويكون يعني الي شيء بالمستقبل انه يكون كبير ومستقبل منيح. كمان انا بعلم بنتي كمان انها تنسق ورد زيي، اللي تطلع كمان منسقة ورد وتاخذ عني الشغل بشكل احلى واكبر.